جنود نظاميون يحاربون من أجل أوطانهم، أو مرتزقة خارقون يقتاتون على القتال من أجل ملك بعينه أو غرض بذاته. هكذا اعتاد مؤلفو الكتب والأفلام إبراز قصص هؤلاء الجنود في أعمالهم الفنية، فلم يكن العمالقة أو الفايكينج أو حتى جيش الأشباح قصص جنود خيالية على الإطلاق. نعم، إنهم جيوش حقيقية حاربت في مختلف دول العالم تحت مسميات أثارت الرعب حيناً والدهشة أحياناً أخرى. فدعونا نلقي نظرة على أغرب 7 وحدات في جيوش العالم. جيش الأشباح، حيلة أمريكية غير عادية لنصب فخ وقع في شركه الألمان النازيون. فمن دون بنادق أو دبابات نجحت وحدة جيش الأشباح عن طريق أسلحة مطاطية في مهمتها، لتشارك الوحدة بعد ذلك بمهام عدة، أهمها سد ثغرة بخطوط الجيش الأمريكي لعدة أيام دون أن يتم اكتشافها. عمالقة بوتسدام، هؤلاء الذين تكونوا في بروسيا أوائل القرن 18 بعدما تملك الهوس الملك فريدريك ويليام الأول لتكوين وحدة من الجنود العمالقة أطلق عليها عمالقة بوتسدام، ليضفوا عليه نوعاً من المهابة أثناء مروره وخلال الزيارات الدبلوماسية. للسبب ذاته أنفق الملك أموالاً طائلة على تكوين هذه الوحدة حتى حلت بعد وفاته في عام 1740. الهائجون، تلك الفئة التي نالت من اسمها نصيباً كبيراً، فهم كالوحوش، بمجرد أن يرتدوا جلود الدببة والذئاب سرعان ما تتلبسهم صفاتها، فيقتلون دون رحمة وينهبون كل ما يقع تحت أيديهم، حتى باتوا مصدر رعب للجميع خاصة محاربي الفايكينج. الخالدون، رجال بلاد فارس الذين ظهروا في الإمبراطورية الأخمينية وكان عددهم لا يتخطى 10,000، لا يضاف إليهم عنصر جديد إلا بموت أحدهم. الجورخاس النيباليون، إنهم المحاربون الخارقون الذين ظهروا عام 1814 ليكبدوا القوات البريطانية خسائر فادحة أجبرت الملكة على عقد معاهدة سلام مع بلادهم. المورمون، كانوا مجموعة من القديسين الذين التحقوا بالجيش الأمريكي عام 1864، لكن لم تسنح لهم فرصة القتال إذ استبعدوا من الخدمة في عام 1847. رجال الآثار، إنهم رجال أوروبا الذين يرجع الفضل لمجهودهم في الحفاظ على تراث القارة العجوز حتى الآن بعدما تكونوا أثناء الحرب العالمية الثانية. وأنتم، أخبرونا عن أغرب جيش سمعتم عنه.